جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح بأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت؟ نعم، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب فإنه لا يحول دونه دون الجنة إلا الموت، أو لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وذلك لمن صلحت نيته وحسنت سريرته. كيف يكون الموت مانعا من دخول الجنة شيخ صالح؟ كيف معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ يعني ما دام على قيد الحياة، لأن الجنة إنما تكون بعد الموت ولا يدخلها أحد في حال حياته في الدنيا. نعم، فإذا مات دخل الجنة. الموت هو الناقل من الدنيا إلى الآخرة. نعم، والعلماء يقولون الحديث فيه تقدير، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فيه تقدير إلا عدم الموت. إذا وضح بعد هذا التقدير وضح الحديث. هو المعنى المقصود، هو المعنى عدم الموت. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لأنه ليس هناك دخول الجنة إلا بعد الممات. جزاكم الله خيرا، الجنة من أمور الآخرة. من أمور الآخرة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.